لا 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 خليه خليه تمام مش حتى بقى. صباط يا جدعان. علي كريم يا كريم هو ماله صح؟ لا ده كريم عادي قشطة. بقول لك ايه؟ ما تخنش مخدرات بس ده غير مدرك لأفعاله. انت مدرك لأفعالك. عموما انا عارف ان انتوا عاوزين تقعدوا سهرة لطيفة وكده بس انا مش قادر اقوم عليها شوية. هو في ايه؟ هقول عليه عرفناك شوية. تعال بقى اقعد انت هنا واسمع يا سيدي اما اقول لك بقى حكايته. حكاياته احكي. شوف يا سيدي مشيت ازاي. كريم كريم يا سيدي شخص بائس بائس من وجهة نظر كل الناس اللي حواليه ومن وجهة نظره برضو ده حتى اهله كانوا شايفينه كده. ممكن يكون نجح عمليا بس يمكن شكله هو السبب. تخين وقرع ولسه يا عيني ما كملش 25 سنة بس. معاناته بدأت من وهو صغير. محدش كان بيحب يصاحبه. كان صديقه الوحيد السرير والأكل والفيديو جيمز. كان بيستمتع بالأكل قوي يمكن أكتر من اللازم لصحته عشان كده كان بيخبيه حواليه علشان ما يحسش بالوحدة وده خلاه ياكل في كل وقت ممكن أو حتى غير ممكن. وكان كل ما بيفتكر بابا ومامته كان يزعل فيكتئب فياكل. طب وعايش مع مين؟ جده هو اللي تولى تربيته وللأسف ربه صح وده بقى كان من أهم الأسباب في مرحلة المعاناة التانية اللي دخلها بعد كده. ده اللي هو ازاي يعني؟ بص كان انطوائي وما عندوش أي حياة اجتماعية ولحد ما اشتغل ما كانش يكلم بنت واحدة. كان نفسه يخش قصة حب لحد ما جات له الفرصة. وانا اتش العربية عملتها معايا تاني. هبعت لك اللوكيشن واشوف اقرب كافيه كده اقعد فيه. يا ريت تجيلي بسرعة. انا كنت عاوز اقول لك على حاجة مهمة. ايه هي؟ انا بحبك. وانا كمان. كانت بطلة العالم في التسبيل وفي يوم قرر يخرجها ويقول لها. أصلهم كانوا نفس الدماغ وقربوا من بعض قوي وحبوا بعض بس محدش نطق. كريم خوف الرفض كان مسيطر عليه وعدم ثقته في نفسه كانت سبب تردده. لا لا ثواني. شايفين كريم هو بيضحك؟ والله يا كريم يا ابني انت صعبان عليا. بتفرح بأي حاجة بس يا ريت الحلو يكمل. وهنا فرقت لحظة. بص على الموبايل ثانية ورفع وشه ما لقاهاش قدامه. أظن واضح على وشه الصدمة بس هو ما بيعرفش يكون رد فعل كويس علشان عنده تضارب في المشاعر. اكتئب كتير وكل كتير بعدها سنة لحد ما تأقلم على الوضع. التأقلم ما كانش مبرر
او ما كانش مبرر ان المعاناة انتهت. هو ممكن بيضحك بس لسه حزين من جوه. انت عارف ان المعاناة اختيارية بس الألم حتمي؟ بالظبط، هو ده كان شعار كريم لما دخل في مرحلة الاكتئاب، بس كريم كان حالة مختلفة. هاروكي موراكامي قال الألم حتمي إنما المعاناة اختيارية. هو قرر ينهي معاناته في الحياة وينتحر. بس هو قرر انه يسلم حياته للقدر. القدر هنا اداله فرصة تانية، فقرر ينهي معاناته بس بطريقة مختلفة. أول محاولة للتعرف على بنت بعد ما خس كانت مملة للغاية. خرج معاها وفضلت هي تتكلم كتير، وكانت مندمجة مع حكايتها لدرجة إنها ملاحظتش عدم اهتمامه خالص. تاني واحدة بقى كان بيحاول يبهرها. انت اسمك أمنية صح؟ انت عارفة ان انا لو طلع لي جني وقال لي ثلاث أمنيات هقول له انا عايز أمنية واحدة؟ والله؟ قصدي أمنية انتي. فهمت أمنية. بقولك ايه، انت عندك شقة؟ عربية؟ حساب في البنك؟ بس كانت شايفاه بطيء البديهة أو سخيف. لكن في الحقيقة هما بس مختلفين تماما. فقام وسابها. أنا نفسي يطلع لي جني. أول حاجة أطلبها منه إنه يرجع لي هتلر. نفسي أصبحه. تعرف يا نصر لو طلع لك جني هاخد الثلاث امنيات عادي. مالك كريم؟ يا كريم مالك؟ مفيش، بس عايز انام شويه، مش نايم كويس.
لا لا لا، في حاجة تانية أنا عارفاك. بص، هو أنت بائس على طول، بس النهاردة في حاجة في وشك مختلفة عن كل مرة. في إيه؟ زهقت بعد كل السنين دي كلها. اكتشفت أنا عايز إيه. عايز حد يهتم بيا. أنا عارف إن في كتير قوي حواليا بيهتموا بيا، بس لو في حد مميز كده هو اللي بيهتم بيا، شاركوا التفاصيل، نرغي في حاجات عبيطة. آخر حد عمل كده مبقاش موجود دلوقتي. أنا عارف إن أنا إنسان غريب، بس من قلة الاهتمام اتفشخت. بقول لك إيه؟ تخرج معايا في ديت؟ إيه؟ تخرج معايا في ديت؟ بص، بصراحة أنا معجبة بيك، وبعدين إحنا دماغنا قريبة من بعض، بس أنا اللي دايما كنت بتردد أقولك. زي ما أنت عارف أنا زهقت من كتر المحاولات اللي قبل كده، وأنت كمان. ساعات الأمور ما بتبقاش محتاجة مجهود كبير عشان تلاقيها، الأمور بتبقى قدامك وساعات بتجيلك. طبعا كان نفسي انهي بنهايه سعيده زي انه لقى نصه التاني اللي كان بيحلم بيه مثلا. الموضوع ده كان لطيف في الاول، وبعد كده كله اتغير يا دوب. بعد شويه سابوا بعض. عامله ايه؟ عايشه. اظن انت عارف انا هقول ايه. مش عارف انا اكمل مع بعض. عارف انا لكون حياتك احسن بعد كده، وانت كمان. محمد ابعتلي الاوردر بتاعي في 2، خليهم 3، عندي ناس. زود لي الجبنة بسرعة. كان فاكر لما هيخس ان حياته هتبقى تمام، عشان كده قرر يدخن تاني. بس هو مؤمن دايما ان كل النهايات اللي هو عدى عليها ما هي الا نهايات مزيفة، لان النهاية الحقيقية المفروض هتكون سعيدة. بس يا سيدي، هي دي بقى كل الحكاية. انا عربي صح علي. انت منك بكش. بس القدر برضو لعب اخر كارت.